اوكي بسم الله. يا الله اكرم على الرقصة يا اخي، انتشرت في العالم كله. بلع. لا هذه لازم تفوز، هذه لازم تفوز. احا يا هذه لازم تفوز، وهذه لازم تفوز. اعمل يفوز. لا 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 I'm back! اليوم يا جماعة الجزء الثاني من الميمز مان ميجا! تدرون منو رجع؟ ملك الميمز! اليوم راح نموت ضحك يا شباب! اليوم يوم عظيم نكشف فيه أعظم رجل وأعظم السلسلة في تاريخ اليوتيوب. انتظروا قليلا، انتظروا أرجوكم، جهزوا تلفوناتكم لتصوروا هذه اللحظة العظيمة. طولتوا يا جماعة. هاي ألو يلا بس صوروا اعظم رجل في العالم وفي التاريخ وفي كل مكان. دايم انه في غايه الجمال، انه وسيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا جماعه؟ ان شاء الله طيب. شيحاكم، شكرا يا جماعه، شكرا على الدعم الاسطوري في المقطع الاخير. 7 مليون مشاهده و655 الف لايك، ما شاء الله تبارك الرحمن. بس صدقوني يا جماعه والله اني غبي، كان قلت بالمقطع اشتركوا بالقناه كان الحين انا 7 مليون مشترك. المهم يا جماعه، اليوم الجزء الثاني من الميمز. مثل الجزء الاول نزلت تغريده بتويتر ميمز تايم ماي نيج. طبعا المشاركين بالميم 7000، يعني مو مثل المقطع اللي راح بس 800، يعني في مشاركات كثيره. المفروض المقطع هذا يكون جدا مضحك. اليوم يا جماعه لازم نموت ضحك. فقبل ما نبدا المقطع يا جماعه اشتركوا بالقناه. احتياطا يا جماعه، يكون المقطع هذا يجيب مشاهدات عاليه. ولا تنسوا زر اللايك، ما يحتاج اعلمكم شنو يعني ميمز مثل المقطع الاول، لان اتوقع الان صرتوا خبراء بالميمز يعني. فما ابي اطولها يا جماعه، بدخل على التغريده. مره متحمس، ابى اغير الجو، ومثل ما قلت اول راح اقيمه ميمز يا جماعه، علشان الميمز الزباله راح اكون صريح، زباله. من 1 ل 3 زباله، من 3 ل 6 ممتاز، من 3 ل 9 اسطوري. طبعا 10 من 10 اتوقع مستحيل يعني. هو خلينا نكون صريحين، انت بس ظبطني بالميم اخليك 10 من 10. بسم الله ندخل على التغريده. تويتر حقي يا جماعه، اي واحد يبي يضيفني حق ميمز او حتى يبي يضيفني. اوكي نبدا. اوكي بسم الله، اول مشاركه قديمه بس راح تعجبك. ابلع ابلع. اوكي واضح من الفيديو يا جماعه عرب قتلت. يا الله. اوكي بسم الله، خلينا ندخل نشوف. يا الله ان شاء الله بس ذهبي. السلام عليكم. خير ان شاء الله. مين حضرتك؟ اسمي حسن سليمان. شو بدك تقدم؟ اهدي هذه الاغنيه والموسيقى والكلمات لزوجتي المستقبليه اللي انا ما اعرف هي منو. طيب تفضل. لا تهجى في كفوفي، مو مهم راي الكفوف. دربنا واحد ولو ما يلتقي خطينا. الله وعلاك زمان ولا علاك. او داخل معي جو اللايك ابويا. لا نوار وحي الظروف اللي. طيب ليش ليش يا اخي صوتي حلو يا اخي ليش؟ قصد مين قال لك انك صوتك لايق على النوع ده من الغناء؟ بدك بهالشغله كلها هاي؟ كنت ناطره شيء اقوى. ولا لا وانا لا. ثلاثي لا الله ما. يا معلم اخ اخ اخ. يا اخي ليش كذا يا اخي؟ والله انت كلب. انا العين عرفت يا جماعه ليش كاتب لي بين قوسين ابلع. جماعه بالله عليكم، في احد عرب قول تلت يرحب عن نفسه مثلكم؟ في احد؟ السلام عليكم. خير ان شاء الله. انت في احد؟ في احد يجي عرب قول تلت السلام عليكم خير ان شاء الله؟ شنو في؟ والله يا جماعه الميمز متعوب عليه، بس راح اعطيه 8 من 10 يعني، لانه ضدي يعني. بس ذهبي لما تسمع تحفيز ابو فله ديم. ما في شيء مستحيل بالدنيا دام انك واثق بنفسك وصابر ومجتهد ومتوكل على ربك. اهم شيء انك متوكل على ربك. صدقوني يا شباب والله ثم والله راح توصل. لا يا بنت وقف، لا يا بنت. اي هذا كم كيلو يا بنت؟ والله راحت فيها راحت فيها. ولك تمزح هذه شنو راح تجيب؟ احا متوكل على الله وصابر ومجتهد والله تكفى. الله يصير اللبان تكفى. مع
انا احفز بالشحيه المقنع يعني مو تنزل لي تبي تشيل 100 كيلو وانت وزنك 60 كيلو. الله الدم والله 8 من 10 يا جماعه، والله تركيب الميمز والشغل فيه احترافي. كيف ابو فله يشوف حاله؟ كيف هو بالواقع؟ دقيقة يا جماعة، أنا ما قلت يا جماعة إني أغلد أحد أو إني أشبه أحد أو إني أسلك طريق شخص ثاني، أنا أبو فلاح، أنا أسلك طريقي الخاص وأبني طريق إن الناس يسلكوه ويقلدوني. دايم! إيك الخرا! 3 من 10، زبال، وين نلعب المباراة؟ بملعب؟ لا يا حبيبي، بجبهة أبو فلاح. إيه! أوكي حلو والله حلو بس لا تعيدها. لا يمكنك رؤية الميم، فهناك شيء ضخم يحجب الرؤية. يا جماعة أبحث عن أرض لكي أبني فيها، لدي المكان المناسب. أين؟ هنا. يا الله شو السخافة هذه، ابلع 0 من 10. خلاص يا جماعة، جبهة عرفنا والله جبهتك. نطالب في تغيير شعار جوجل وإضافة هذا الشعار. والله لو يغيرون شعار جوجل لهذا والله ما حد يدخل جوجل. طيب حلوة والله، 9 من 10 يا رجال. والله هذا الميمز الحين. واو، كانت راح تصير حرب عالمية ثالثة بين كوريا الشمالية وأمريكا، ولكن كل شيء انحل بسبب هدنة السلام اللي هي جبهتي. شكرا اللي سوى الميم، شكرا. الله ياخذك. من الصورة واضح انه راح يتكلم عن الشنب واللحية. انا اليوم الميمز عبارة عن تنمر. اخذ لك، يلا انا بشوف. خلاص يا جماعة ارجوكم اعطونا شيء ثاني تكفون، خلاص ما ابي اللحية والشنب خلاص والجبهة تكفون. انا صراحة الميمز متعوب علي والله، 8 من 10 تستاهل. مستحيل اقدر اكمل معك باسلوبك هذا. انا شوف انا شو قاعد اسوي، تذكرتها. لا مش قادر، لا تتركني تكفى يا رجال، انقلع يا رجال. تدرون هذه ترس اللي منه؟ هذه ترس اللي كل واحد نفسية سخيف على باله اني انا احتاجه في حياتي. حبيبي اهتم لمن يهتم لك والباقي وضع طيران. اذا اذن العشاء وابوي خش علي بالغرفة واللي كان يلعب. والله ضبطها صح. والله 9.5 من 10، والله 9.5 من 10. الميمز هذا دقيقة من الزواء، يا رب افوز، تفوز بشروك الله ياخذك. ما متى تعرفون ان الميمز هذا مرة قوي ويضحك يوم ادمع يا جماعة. 9.5 من 10. لا تنتظرون يا جماعة اني اعطي ميم 10 من 10، لان الميمز اللي ياخذ 10 من 10 لازم يكون اسطوري لما تبقى انت واخر واحد في فرطتي. بداية ما تبشر، البداية واضحة وصريحة. بسم الله، تنمر، بسم الله. اوكي ايش تبي المطلوب؟ الواحد ملحية. طيب ابو فله يبكي في زاوية، ليه ابو فله ليش يبكي في زاوية؟ نوعا ما الشنب يطالع يا جماعة، والله العلي العظيم صدق اترك بعيدا عن المسح، والله بعيدا عن المسح، والله بعيدا يا جماعة صدقون. أخيرا صرت رجل. أعطوا محمد فعل هذا الميمز حيا أو ميتا، أبي راسه. أخيرا صرت رجل. يعني إلا أقولكم الحقيقة، أقولكم الصراحة، أنا لابس هذه يا جماعة علشان جبهتي كبيرة، أبي أغطي جبهتي قدام الكاميرا، أنا زهقت يا جماعة. قلعي والله ما ألبسك، والله انا مفتغر بجبهتي، هي اللي معاك بيطلع برا.
ابو التنمر يا رجال، كل الميمز تنبر. تنبر شنو بعد يا الله؟ خذ لك ورب الكعبه من الضحك، ورب الكعبه تلقم بلوك. تعال ابو فله، هذا الميمز من تصميمي رغم ضعف الامكانيات الا اني شاركت، ان شاء الله يعجبك اخي. والله كلامك هذا ما عليك، روح اعطيك تقييم عالي. بس طيب يا جماعه، هنا خلصنا قائمه العائله ووصلنا للقائمه الاخيره اللي هي الارباح. انا اقول يا جماعه يعطيكم العافيه على المشاهد، ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع، لا تنسوا زر اللايك. السلام عليكم. هذا لا تكون رايك الزر، هذا لا يكون مقطع لي. والله يا اسطوري اقسم. هذا كله عشان انت بتشوف ارباح يا والله يا عبد الله انك مجرم، مع انه يا جماعه قاعد يستخدم برنامج فليمرا ما ادري شنو ولا، ومو شاري البرنامج يعني، حاطين عليه الشريط هذا اللي تعرفون اذا ما شريت برنامج المونتاج يعطون عليك الشريط. الله يشكر يا عبد الله انك تعبت نفسك، عشان انك تعبت نفسك راح اعطيك 9 من 10. جراند ثيفت اوتو سان اندرياس ابانديا. والله حلو. ترسم لك الصورة اللي بعدها. يا جماعة ما تلاحظون، اقسم بالله الميم صايرة حلوة يا اخي، ما شاء الله عليكم يعني شغلكم صاير قوي يا جماعة. وهنا نرى كائنا مفترسا نادرا الذي لا يستطيع احد. يوجد هنا حيوان مفترس غدار لانه غير مقدر. ايش قصدك يا حيوان؟ ترى وانت بما فيه الكفاية. ابو جبهة شنب خليتوني حيوان. شنو في بعد شنو تبغى تسوي فيني؟ كيبر داخل. ايوه اخيرا سرير. وين احطه يا جماعة؟ احا احا. هذا شو اسوي فيه؟ هذا لازم اسوي له كت، هذا ما ينفع، قاعد اهين نفسي. يا رجال عادي. انا العالي، جلدوني جبهه وشرف، الناقص اجلدوني كامل، اجلدوني. كمل اللي بعده. انها ارض قاحله لا يعيش فيها البشر ولا ينبت فيها نبات ولا يطفو عليها الماء، انها جبهه ابو فلح. مراحل اكتمال القمر 25%، 50%، 75%، 100%. كذا يا جماعة والله أدري نفسي إني قمر من زمان. الله يسعدك. 9 من 10 اللي بعده. أبو فلة بعد استخدام زيت اللحية تعبت فيها كثير، أتمنى تعجبك. أخي جماعة قبل لا أشوف الميمز، زيت اللحية ترى كله كذب بكذب، أنا مجربه عندي خبرة يا جماعة. متى بيصير عندي لحية؟ زيت اللحية وأخيرا كذب. والله يا ابو فطا صح، 9 ونص من 10 يا رجال. اللي بعده. مو كيفك ابى الحق عليه واخذه. فاليوم يا شباب فرنش توني ادخل على هذه اللعبه الحين، تو لوجن ان تشيكن افريكي. لا تهجى في كفوفي راي الكفوف. شكل ابو فله وهو يفوز بلعبه فورتنايت. اهينوني اهينوني. شكرا كورونا كورونا. حسن اسكت اسكت فضحتنا اسكت فضحتنا. هو في احد عمار يقول شكرا كورونا تعبان؟ يقول منو قدك يا ابو فلاح؟ ايه شو صاير؟ شنو مواصفات فارس علاوي؟ اوه مواصفات كومن سولفيدا. هو ما احب الابيض، احب الاسمر، احب مملوح هذا. تسعة فاصلة تسعة من عشرة اللي بعده. اوكي بسم الله. يا الله اكبر الرقصات يا اخي.
وانتشرت في العالم كله. بلا لا هذه لازم تفوز، هذه لازم تفوز. احا يا هذه لازم تفوز، وهذه لازم تفوز. اعملي فوز. لا 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 فضعنا 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 يا اخي. الله يعطيك العافيه اللي سولني، الله يعطيك العافيه. شكرا انك طلعتني كذا الفوز الذهبي وانا ما استاهل، يعني راعي الميم يعني تدفع اللي سوى الميم يعني تخسر هذه تقصر هذه ما شاء الله وتفوز هذا المعفن. بس والله عشان الفوز الذهبي 9.5/10. اوكي المؤمن التقي، خلينا نشوف المؤمن التقي. انا ما اشوف الان حاليا مؤمن تقي، قاعد اشوف واحد يعني شكله يخوف. دقيقه استغفر الله. يستاهل يا جماعة، يستاهل 10/10 يا جماعة والله. يا ليش كل آخر مقطع ميز ما أقدر أسوي. الله يعطيكم العافية، أقسم بالله يا جماعة أنتوا سبب الضحك. خلاص خلاص. ودائما راح اقولها والله لو مو انت يا جماعه مستحيل المقطع هذا والمقطع الثاني اقدر اسويه او اني يكون بالابداع وبالضحك هذا والفله هذه. بدون لا اطول عليكم، شكرا لكم، الله يعطيكم الف عافيه. لا تنسوا تشتركون بالقناه لان يمكن المشاهدات تصير عاليه. فبس يا جماعه الله يعطيكم الف عافيه مشاهده، والى اللقاء اخر نقول لا تنسوا زر اللايك. السلام عليكم. اوكي كاميرا بعيده.